كملوا في المخيم الآن. نطخ بصري يا لي. أكتر لفاس بصري ده زي. خمس سنوات. خمس سنوات. القرية حركت هنا في داخل بورما. والشباب خرجوا من البيوت للحرب من هذه القرية. الجيوز أطلقوا الرصاص ودخل هنا بال. دخل فيه رصاصة هنا. رصاص هنا. وين؟ طريق عندهم. هذا سقط في المزرعة الروس. أربع أيام كان في مزرعة الروس. ومن انقذ؟ ما يعرف أحد هل هو حي أو ميت. طيب. والأفراد الأسرة بقية الأسرة هربوا وخرجوا من البيت وهاجروا إلى البجلات. هربت الأم؟ إيه والأطفال. والأطفال. ثم بعد 14 التقى هنا في المخيمات. بعد 14 يوم التقوا في المخيم بصدفة؟ بالصدفة. بالصدفة. إيه. كيف كيف ما يعرف هذا حي أو ميت؟ الأقرباء ما يعرف. الله أكبر. هي ما هو دخل؟ هي ما تعرف. ما تعرف. ثم صدفة وجد الخبر هو حي. الحمد لله. ثم جاء الخبر وبعض الناس وعاتوا به إلى هذا المخيم. طيب عيالهم هذا في أي صف يدرس؟ في التحفيز. هو تحفيز القرآن. تحفيز القرآن. كم حافظ جزء؟ خفارة هبزوا الجو. شو يا 16 جزء. ما شاء الله تبارك الله. طيب ممكن يسمعنا؟ توي كغر القرآن فنا بري بنا هنا عرف هنا. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.